Là, vous avez le caviar tradition. هنا لدينا الكافيار التقليدي وهذا الكافيار الباريسي وهذا كافيار سان جيمس. ثلاث صفائح من الكافيار توضع كل منها في وعائها الثلجي. يبدأ ألكسندر الورشة التدريبية مع ثلاثة مشتركين هنا في غرفة الذواقة في فرنسا، حيث الحرارة ثبتت عند 3 درجات تحت الصفر. لا يتم التذوق إلا بطريقة ملكية، توضع قطع الكافيار الثمينة على سطح اليد فتأخذ من حرارتها قبل أن تبلغ الفم وربما تخفف قليلاً لدى البعض من رهبة الكافيار. الكافيار هو مادة ليست معروفة كثيراً من الأجيال الشابة، ليس معروفاً وغالباً ما يترافق مع مسلمة أنه من الصعب الحصول عليه، ومن هنا أتت ورشة التدريب هذه، فهنا وبمبلغ 85 يورو يمكننا أن نتشارك في الاكتشاف كأصدقاء. بعد الكافيار الخام يحق للمشاركين أن يتعرفوا على تجربة أخرى لهذا الذهب الأسود مع الطباخة البولونية، مائدة من الكافيار وبعض المشروب. ما يدهشني أكثر هي تلك النعومة في دمج الناحية القوية والأكثر ملوحة لنصل في النهاية إلى الفم، حيث يكون المذاق لذيذاً جداً. في هذا المطعم الشهير لثمار البحر الباريسية نجد في الواجهة الكافيار المنزلي بالإضافة إلى أسماك الحفش المنتشرة كثيراً في جنوب غرب فرنسا. هذا الإنتاج الغزير أدى إلى انخفاض أسعار هذا النوع من الأسماك بنسبة 40% منذ عامين.